ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل يا سيلا ايه؟ هنعمل توزيعة العيد. دي ممكن تبقى نشاط للاطفال وممكن تبقى توزيعة العيد برضو، ينفع للاثنين. هتبقى شكل الكعبة، هقول لكم دلوقتي هنستخدم ايه. هنستخدم عصاية ايس كريم او اللي هي الخافض بتاع اللسان اللي الدكاترة بتستخدمها، وهنجيب قطع فوم اسود وهنقطعها على شكل مربع كده، وكمان هنعمل شريطة بالحجم ده كده علشان تتحط على الفوم الاسود، وكمان هنعمل شكل الباب زي باب صغنطط كده برضه عشان يتحط وندي شكل الكعبة. يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. وطبعا كمان هنستخدم البونبوني والبالونات دي عشان هي تبقى توزيع كده، وممكن برضه تبقى نشاط للاطفال في الحضانات وفي الورش العمل وفي وممكن في البيت برضه لو حابين نعمل مع اولادنا تبقى حلوه قوي. يلا نبتدي. يلا سيلا وجان هيساعدوا معايا وهينولوني الحاجه علشان ايه يبقوا شاركوني معايا النشاط، وكمان هتبقى حاجه حلوه وتوزيع عيد حلوه للاطفال. يلا بينا. يلا سيلا هات المربع بتاع الكعبه. المفروض شكل الكعبه مكعب بس طبعا احنا مش مجسمينه، احنا مش عاملينه مجسم، فبنحاول نعمل ايه بشكل قريب ليه. يلا هاتي بقى، هاتي واحده من الشريطه الذهبي دي. ماشي، برافو يا سيلا. نحط الشريطه الذهبي دي فوق كده. استني يا سيلا، هي هتبقى توزيعه بسيطه جدا غير مكلفه، يعني انت لو جبتي بس ورقه فوم واحده هتبنى الدنيا، هتعملي اكتر من توزيع عيد لو معانا اطفال الحضانه هتكفي. لو حابين نوزعها برضه زي صلاه العيد على الاطفال هيفرحوا بيها قوي. نعمل البيت بتاع الكعبة كده. كده عملنا شكل الكعبة. ناقص بقى نجيب بونبوناية بسكوت بشوكولاتة، ممكن كمان معاها بالونة، الولاد هيفرحوا بيها قوي التوزيعة دي، وتبقى شكلها حلو وبسيط مش مكلف قوي. هنعمل دي كده، نربطها بقى بيها فيونكة كده، شكل فيونكة اي حاجة. كده عملنا اول واحدة. يلا بينا نعمل واحدة كمان عشان يبقى واحدة لسيلة والجنة عشان ما يتخانقوش. يلا خليها هنا يا سيلة ونعمل واحدة تانية معاكم. هاتي يا جنة الحاجات بقى اللي انت هتعمليها اللي انا هعمل بيها. قربي معايا. دي اول حاجة اهو. يلا شيلي بقى اللي هي الشريطة، شطرة. يلا اعملوا مع بعض. هي سيرة اديتني الاولانيين اللي هي بتوعها، دلوقتي بقى جنة هتناولني بقى بتاعتها عشان يبقوا هما الاتنين زي بعض. ناقص الباقي يا جنة. يلا هاتي. هنا بقى نستخدم ممكن بسكوتة ممكن بونبونية زي كده حسب ايه الرغبة او حسب المتوفر عندك، يعني اي حاجة الولاد يحبوها بيسطوا منها وخلاص. ما اكتر حاجة بيحبوها الحلويات بس، صح؟ بس ما ناكلش منه كتير البونبوني، ما ناكلش منه كتير عشان ايه يا سيلا؟ عشان اسناننا. احنا عاملين فيديو عن عن السنان، لما الاكل الصحي والغير صحي وايه اللي بيضر اسناننا، يا ريت تشوفوه معانا، هتلاقوه عندنا على صفحه الفيسبوك او على قناه اليوتيوب. وده تاني شكله كده. خلصنا توزيعة العيد بشكل الكعبه. يا رب يكون الفيديو ايه عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بيه لايك واشتراك للقناه. مع السلامه.